بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين باب آخر عقده الكليني رضوان الله تعالى عليه في كتاب الكافي الشريف تحت عنوان باب أن الأئمة عليهم السلام ورثة العلم يرث بعضهم بعضا العلم. في هذا الباب جمع الكليني رضوان الله تعالى عليه مجموعه من الاحاديث التي تدل على علم اهل البيت، وان علمهم انما هو مقتبس من علم رسول الله محمد صلى الله عليه واله، وعلمه بوحي من الله سبحانه وتعالى، وليس بتعلم عند احد غير الرسول صلى الله عليه واله. الله سبحانه وتعالى حينما اراد ان يفضل ادم عليه الصلاه والسلام واراد ان يجعله خليفه في الارض هيأه لذلك لان الله سبحانه وتعالى حكيم يحكم الامور ويضع الاشياء مواضعها. فلا يختار الفرد غير المناسب، وإنما يختار الفرد المناسب للمكان المناسب، فيصطفي من يشاء من مخلوقاته، بهذا الاصطفاء يجعل فيهم القابلية لكي يقوموا بالمهمة التي يريدها الله سبحانه وتعالى منهم، فلما أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل آدم خليفة في الأرض هيأه لذلك واصطفاه، إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ومن أهم الأمور التي تكون في الاصطفاء وفي الخلافة العلم، لذا الله سبحانه وتعالى وعلّم آدم الأسماء كلها الملائكة كانوا قبل آدم في الأرض وطهروا الأرض وقدسوها لله سبحانه وتعالى أراد الله أن يبين لهم حكمته وأن يكون ذلك مقدمة لأمره لهم للسجود لآدم فلذلك سمح لهم بالسؤال والحوار واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء لان قبل ادم كانت موجودات في الارض حسب الروايات تسمى النسناس وهذه افسدت في الارض فامر الله سبحانه وتعالى الملائكه بان يبيدوا هؤلاء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ان يعني نطهر الارض لاجلك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وَعَلَّمَ آدَمَ الأسماءَ كُلَّها. هذه الأسماء هي العلوم. الله سبحانه وتعالى علم آدم هذه العلوم. تبين لهم فضل آدم عليهم. لأنه يعلم ما لا يعلمون. الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون في ايه اخرى يقول انما يخشى الله من عباده العلماء فاذا العلم من اهم الامور في تفضيل الشخص على شخص الله سبحانه وتعالى اراد ان يفضل الملائكه اعطاهم العلم أراد أن يفضل آدم على الملائكة علمه ما لم يعلمهم. والأنبياء هم أفضل أهل زمانهم وكلا فضلنا على العالمين، الملائكة أفضل أهل زمانهم. من أهم الأمور في تفضيلهم هو العلم، وبعض الأنبياء أفضل من البعض الآخر. فضلنا بعض النبيين على بعض من أهم وسائل التفضيل هو العلم طبعا هناك وسائل أخرى للتفضيل أيضا موجودة لكن من أهم الوسائل هو العلم فالله سبحانه وتعالى أنزل علوما على آدم ومن بعد آدم على الأنبياء الذين جاءوا بعد آدم هذا العلم الذي انزله الله سبحانه وتعالى على ادم وعلى الانبياء، هذا العلم لم يرفع بموت الانبياء الحاملين لذلك العلم، لان الانبياء حسب ما يظهر من بعض الروايات، بموتهم الله سبحانه وتعالى يرفع ارواحهم الى السماء. ويرفع اجسادهم ايضا الى السماء، ارواحهم واجسادهم ترفع الى السماء. وكذلك بالنسبه للائمه عليهم الصلاه والسلام وسياتي باب مفصل في هذا المعنى. زين برفع الانبياء الى السماء علومهم لا ترفع بحيث انه تبقى الارض بدون تلك العلوم. بل الله سبحانه وتعالى يجعل لهؤلاء الانبياء ورثه. طبعا النبي بموته لا يفقد علومه، تبقى علومه، لكن مثل ذلك العلم الله سبحانه وتعالى يودعه في وصي ذلك النبي، في اوصياء ذلك النبي، سواء كانوا انبياء او كانوا ائمه، وهكذا العلوم توارثت من نبي الى نبي الى وصي الى ان اجتمعت عند رسول الله محمد صلى الله عليه واله ومن بعده الرسول علم عليا عليه السلام امير المؤمنين هذه العلوم ومن امير المؤمنين الى الامام الحسن الى الامام الحسين وهكذا من امام الى امام الى الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لذا نقرأ في زيارة وارث السلام عليك يا وارث آدم صفوة صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله إلى آخر مقاطع زيارة وارث ما هي هذه الوراثة؟ وراثة مادية مواريث الأنبياء كانت موجودة يعني الامور التي كانت عند الانبياء كعصا موسى مثلا وخاتم سليمان وهكذا وهل مجره من الامور التي كانت عند الانبياء هذه ورثها الرسول ومن الرسول الى الائمه واحدا بعد واحد وكذلك وراثه في العلم وكذلك وراثه معنويه فاذا الائمه يرثون العلم من الرسول والرسول ورثها من الأنبياء الذين مضوا فالعلم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى إلى الأرض هذا العلم بموت الأنبياء لم يرفع وإنما كان نظيره ومثله في أوصياء الأنبياء فهذا العلم موجود إلى أن يريد الله سبحانه وتعالى أن يرث الأرض ومن عليها فيرفع آخر الأوصياء في آخر الزمان وبرفعه تقوم القيامه. فإذا هذا العلم موجود. زين الله سبحانه وتعالى ايضا في أحاديث كثيره وستأتي الاشاره اليها. الله سبحانه وتعالى علم رسوله محمدا صلى الله عليه واله علم ما كان وما يكون وما هو كائن. وعلمه علم الشريعه كامله ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى باستمرار يزيد من علمه لماذا لان العلم لا نهايه له وعلم الرسول بتعليم من الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء فالله سبحانه وتعالى يزيد الرسول صلى الله عليه واله علما بعد علم وكذلك يزيد الائمه ذلك العلم فاذا الله سبحانه وتعالى الهم الامام علما مثلا الان في ليله القدر الملائكه تتنزل بامر الله سبحانه وتعالى على الامام المهدي بعلوم جديدة الله سبحانه وتعالى أولا يعلم رسوله تلك العلوم ويعلم الأئمة الماضين تلك العلوم وبعد ذلك يعلمها الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لماذا؟ لألا يكون علم الآخر أكثر من علم الأول لألا يكون أحد ولو كان من الأئمة علمه أكثر من علم الرسول علمه أكثر من علم أمير المؤمنين لا هذا لا يمكن لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل الخلق أجمع ومن بعده أمير المؤمنين فلا يمكن أن يكون شخص ولو هو من الأئمة يكون علم أكثر من علم الرسول علم أكثر من علم أمير المؤمنين إنما جميع ما علمه الله سبحانه وتعالى رسوله أيضا الرسول علمها الأئمة وإذا الله ألهم شيئا أو أراد أن يخبر الإمام بعلم جديد قبل ذلك يعلمه رسول الله يعلمه أمير المؤمنين يعلمه الأئمة السابقين لئلا يكون آخرنا أعلم من أولنا كما في أحاديث ستأتي إن شاء الله تعالى زين احنا أحاديث هذه هذا الباب هي أحاديث كثيرة نتلو بعضها لأن كثير منها ألفاظها ومعانيها متشابهة. الحديث الأول عن أبي عبد الله عليه السلام يعني الإمام الصادق قال: إن عليا عليه السلام كان عالما. هذه مقدمة لتوارث العلم. أمير المؤمنين كان عالما لأن رسول الله صلى الله عليه واله علمه وحتى المخالفون يعترفون بذلك أقضاكم علي أقضانا علي زين القضاء يرتبط بكل مفاصل الشريعة فإذا كان أقضى بمعنى كان أعلم وأعرف بتطبيق القواعد على القضايا هذا فضلا عن روايات أخرى أنا مدينة العلم. أنا مدينة العلم وعلي بابها وأحاديث كثيرة في هذا الباب متواترة. إن عليا كان عالما هذا كالمقدمة والعلم يتوارث أو يتوارث هذا إرث معنوي هذا تعبير مجازي هو الإرث معناه الحقيقي انتقال المال من ميت إلى حي هذا المعنى الحقيقي للإرث لكن قد يستعمل باستعمال مجازي اذا انتقل من شخص الى اخر، مثلا اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، هذا تعبير مجازي، او بالنسبه الى الارض نقول الى ان يرث الله الارض ومن عليها، هذا تعبير مجازي ايضا، والعلم يتوارث يعني هذا العلم لا يزول بموت صاحبه. وانما مثل ذلك العلم ينتقل الى الامام الذي يكون بعده. ولن يهلك ولن يهلك عالم الا بقي من بعده من يعلم علمه. كلمه الهلاك في اللغه العربيه ليس لها معنى سلبي، الهلاك يعني الموت ولذلك هذا الهلاك اطلق على الصالحين ايضا مثلا يوسف مؤمن ال فرعون حول يوسف عليه السلام يقول: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك، يعني هلك منه يعني يوسف حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. هنا هلك بمعنى مات. نعم الآن في العرف عادة يُستعمل أو تُستعمل هذه الكلمة ويراد بها المعنى السلبي، يعني موت المنافق، موت الكافر، موت إنسان غير مرغوب فيه، لكن في اللغة العربية ليس كذلك، الله سبحانه وتعالى في آية أخرى من القرآن يقول: إن امرؤ هلك ليس له ولد، في آيات الإرث، إن امرؤ هلك يعني مات. زين. فالامام الصادق عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث يقول: ولن يهلك عالم يعني لا يموت عالم يعني من الانبياء او الائمه الا بقي من بعده من يعلم علمه او ما شاء الله، هذا او ما شاء الله. اما اشاره الى انه اخر الاوصياء. قبل يوم القيامة هذا حينما يموت لا وصية بعده لأن القيامة تقوم بعد ذلك فهنا لا وارث له آخر الأوصياء زين من هو آخر الأوصياء طبعا إحنا عندنا في الأحاديث الكثيرة المتواترة وحسب ما يقول العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه أكثر من مائتي حديث في أربعين مصدر هذه تدل على الرجعه. الله سبحانه وتعالى قبل يوم القيامه في هذه الدنيا يحيي بعض عباده من المؤمنين او من الكافرين او المنافقين. وهذا ما حدث في الامم السابقه. عيسى على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام احيا بعض الاموات. زين هؤلاء باذن الله. احياهم باذن الله يعني رجعوا الى الدنيا هذه هي الرجعه وما جرى في الامم السابقه يجري في هذه الامه ايضا في احاديث صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه واله القذه بالقذه يعني ما جرى في اليهود والنصارى وبني اسرائيل والامم السابقه يجري في هذه الامه زين في الامم السابقه الله احيا بعض الاموات فأماته الله مئة عام ثم بعثه في الأمم السابقة الرجعة كانت موجودة فكذلك في هذه الأمة الرجعة موجودة ولكن بعد ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بعض الأموات يرجعون إلى هذه الحياة الدنيا زين الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يحكم فترة طويلة ومن بعده الله سبحانه وتعالى يرجع الائمه تنشق قبورهم فيحييهم الله سبحانه وتعالى واحدا بعد واحد ويحكمون ما شاء الله سبحانه وتعالى الى ان يكون اخرهم حكما لبعد تقوم القيامه فاذا رفعه الله سبحانه وتعالى لا يوجد احد من بعده يرث علمه لماذا لانه خلص الدنيا تنتهي وتبدا القيامه في هذا الحديث الامام ماذا يقول الا بقي من الا بقي من بعده من يعلم علمه في الحديث الثاني عن الامام الباقر الا خلفه من اهله من علم مثل علمه كلام الامام الباقر فيه اضافه لان كما ذكرنا سابقا الائمه كانوا يجيبون بالزياده والنقصان احيانا يفصلون واحيانا يختصرون والقران هكذا قصه ادم مثلا في بعض سور القران مذكوره مفصله وفي بعضها بشكل مختصر هنا الإمام الباقر ماذا يقول إلا خلفه من أهله يعني الخلف لا يكون من خارج دائرة أهله لأن الله سبحانه وتعالى من حكمته جعل الأنبياء والأئمة في أسر معينة إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين جعلهم في أسر معينة آل محمد في أسرته آل ابراهيم عليه الصلاة والسلام وهم اهل البيت الرسول وامير المؤمنين وذريتهما الى الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وهذا يسهل الامر على المؤمنين ثم يقول في هذا الحديث الا خلفه من اهله من علم مثل علمه يعني الإمام السابق حينما يموت بموته لا يفقد علمه، لأن الأئمة عليهم الصلاة والسلام أحياء عند الله يرزقون، هم أفضل من الشهداء الذين قال فيهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون. الموت انتقال من مكان إلى مكان، من مرحلة إلى مرحلة. وإلا الميت يسمع ويرى الله سبحانه وتعالى يقول فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد الأنبياء بعد أن عذب الله سبحانه وتعالى أممهم وأهلكهم تولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين يخاطبهم كلام مو لغو لأنه يسمعون وعن الرسول صلى الله عليه واله في يوم بدر خاطب قتلى قريش وهم في القليب يا ابا جهل يا فلان يا فلان يا فلان اني وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ جين واحد قال للرسول كيف تكلم هؤلاء؟ هام واصداء خلص انتهوا قال ما انتم باسمع منهم هم يسمعون لكن لا يتمكنون من الجواب يرون ويرون أكثر من ما نرى لأنه إحنا نرى فقط الجانب المادي الإنسان بموته يرى عالما آخر على كل حال فالإنسان العادي بموته لا يفقد سمعه وبصره وما يعلم من أمور لذا في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يحاسبه على أعماله لأنه يتذكرها ما ناسيها والأنبياء والأئمة بطريق أولى بموتهم لا يفقدون شيئا مما حباهم الله سبحانه وتعالى ومن ذلك العلم لذا الإمام اللي يأتي بعد علمه مثل ذلك العلم مثل تلميذ واستاذ، نقول التلميذ ورث علم الاستاذ. هذا مو معناه ان الاستاذ فقد علمه، لا، أضيف علم آخر في التلميذ مثل علم الاستاذ. في حديث آخر الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: "إن في عليّ سنة ألف نبيٍ من الأنبياء" رسول الله صلى الله عليه واله هو خاتم الانبياء. قال لعلي بن ابي طالب انت مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. انت مو نبي النبوه ختمت بمحمد صلى الله عليه واله لكن علي بن ابي طالب منزلته من رسول الله محمد صلى الله عليه واله كمنزله هارون من موسى، زين منزلة هارون من موسى ما كانت وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. زين الرسول صلى الله عليه وآله جعل عليا من بعده. وكان في علي سنة ألف نبي، السنة شنو هي؟ يعني الطريقة. الاسلوب الانبياء الله سبحانه وتعالى جعلهم كاملين لا نقص فيهم في خلقهم في خلقهم ما فيهم نقص في اي جهه من الجهات ولكن بعضهم افضل من بعض بعضهم اكمل من بعض كلهم كاملون ولكن البعض اكمل الله سبحانه وتعالى فضل انبياء اولي العزم على سائر الانبياء ابراهيم، نوح، موسى، عيسى، محمد عليهم جميعا وعلى آله الصلاة والسلام هؤلاء أفضل الأنبياء وكذلك صار الأنبياء بعضهم أفضل من بعض، وبعضهم كانوا أئمة على بعض يعني ابراهيم أفضل من لوط مع أن لوط من المرسلين لكن ابراهيم كان إماما على لوط فهو أفضل منه كل نبي من الأنبياء برزت فيه صفه من الصفات اما لان الظروف اظهرت تلك الصفه اكثر من سائر الصفات يعني افرض نبي من الانبياء كداود اضطر الى ان يحارب فظهرت شجاعته في الحرب اما عيسى عليه السلام كان شجاعا لكن حسب الظاهر لم يحارب حتى تظهر هذه الشجاعه للناس هو كان شجاعا لكن لم تظهر هذه الصفة للناس فكل نبي ظهرت فيه صفة من صفات الأنبياء أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى جمع فيه هذه السنن من الأنبياء هذه الطرق التي كانت في الأنبياء يعني كل نبي إمتاز به شيء وعلي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى حباه مثل ذلك الشيء ثم ان في هذا الحديث يقول سنه الف نبي هذا الالف اما يراد به معناها الحقيقي يعني الف واحد من الانبياء واما يراد به الكثره وهذا اصطلاح مستعمل عندنا نقول الف مره يعني شنو يعني كثيرا ولعله هذا يراد ايضا ولعل هذا اقرب سنه الف نبي يعني سنه انبياء كثيرين لأن الرسول والأئمة كانوا يتكلمون بلسان القوم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم أن في علي عليه السلام سنة ألف نبي من الأنبياء وإن العلم الذي نزل مع آدم لم يرفع وما مات عالم فذهب علمه والعلم يتوارث، يتوارث وهنا أحاديث كثيرة في هذا الباب تدل على علم الأئمة عليهم الصلاة والسلام ندعها إلى حلقة قادمة هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين